السلام عليكم، معاكم ميس نيلي سعيد. لو أول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة أول بأول، ولو متابعني اعمل لايك للفيديو، اعمل شير، بفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. أولا كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الرحمن أنا هكمل معاكم المنهج ميدل الإعدادية، تمام؟ هناخد السنة دي أولى وإن شاء الله مكملين مع بعض. إحنا ده المنهج الحكومي بتاعنا، اسمه نيو هلو. نيو هلو ده المنهج الحكومي، وطبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ادارات مختلفة، فكل ادارة بتشرح منهج مختلف بالنسبة للمنهج الاضافي يعني، وان شاء الرحمن هحاول اغطي على قد ما اقدر يعني من المناهج دي. بس الاول نبتدي بالمنهج الحكومي اسمه نيو هلو. انا بحب اشتغل في جيم، تمام؟ نبتدي بيونت 1 واليونت بعنوان My family and me. My family and me يعني انا وعيلتي. نيجي هنا لليونت. قبل اي حاجه عايزاكوا الولاد خلاص بقى من اول هنا وطالع المفروض يبتدي كل كلمه تقابله يعرف اذا كانت noun ولا verb ولا adjective ولا adverb ولا preposition ولا conjunction، تمام؟ فهتلاقي دايما الاختصارات اللي قدامك فوق دي، ان يعني اسم، verb يعني فعل، صفه، حال، حرف جر، رابط، وهكذا، تمام؟ طيب دي المين فوكابس بتاعتنا، الكلمات الأساسية بتاعتنا. هو عطيني الفاميلي ممبرز، فاميلي ممبرز اللي هي أفراد الأسرة، ومقسمها لي الميلز وفيميلز. في كلام ما ينفعش غير يبقى بس ميلز، زي كلمة brother يعني يتقال ذكر يعني brother، father، grandfather، grandmother، sorry grand great grandfather اللي هو الجد الأكبر اللي هو أبو جدك يعني، son يعني ابن، uncle اللي هو العم أو الخال، تمام؟ او اي حد بقى جوز خالتك جوز عمتك بتقول له انكل. بالنسبه للفيميلز الكلمه اللي ما ينفعش تقال بس غير للستات هي aunt، daughter، او جي اتش دي سايلنت فبتقال daughter او dora، تمام؟ grandmother، grandmother اللي هي تيتا، great grandmother اللي هي مام التيتا، mother، sister، ودي الكلمات ما تنفعش غير تبقى فيميل بس، تمام؟ يبقى عندي males، females. طب مين اللي تنفع للاثنين؟ قال لي both للذكر والانثى، فيبقى cousin، grandchild، grandchild هو الحفيد، grandchildren الجمع بتاع grandchild، grandchildren، great grandchildren، great grandparents اللي هم اجداد الاجداد بقى، جيب من ورا خالص يعني great grandparents، جدك، ابو جدك، ابو ابو، لحد ما نرجع للاخر. parents اللي هم الوالدين، تمام؟ الكلمات دي مشتركه، دول males دول females، دول مشتركه. اعطاني بعض الكلمات برضو هنا، aged وديت معناها عمره، band، chess، diary، drums، hobby، interview، twins، voluntary work، arrive، because، birthday، child on the children، family tree، football player، so much today، busy، children's hospital، favorite، great، musical instrument، photos، questions، questions، تمام؟ story وجمعها stories، together، use، which، sports. وعندي بعض الافعال وكل فعل بيجي معاه ايه الحاجه الكلمه بتاعته، يعني play بتيجي مع music، مع chess، مع games، مع the drums، basketball او football، make noise، do hobbies، do voluntary work، go swimming، listen to music، watch football match او a film او a movie، we are welcome اللي هي العفو. نيجي للجزء ده، عندي a picture، picture مش بكته، pick، picture of، belong to، clap for، next to، proud of، till about، a game for، a group of، at a hospital، for no money يعني for free مجانا، listen to on Saturday evening on TV او on the radio، what kind of، وطبعا اي verb هيجي لازم يجي لك الpast form منه والpast participle كمان، يعني عندي drive، drove، driven، have، has، had، had، show، showed، shown، throw، through، thrown، write، wrote، written. وعندي كمان الـ irregular form، عندي hit، هي هي hit، hit، meet، met، met. وعطيني بعض الـ definitions اللي هي التعريفات، فبيقولي band، chess، drums، twins، voluntary work، ودول سهلين. نيجي بقى لحاجة مهمة ودي أول مرة تعدي علينا، كل كلمة هناخدها تمام لازم نعرف منها synonym والانتونيم، سينونيم والانتونيم. كلمة سينونيم يعني المرادف، معنى تاني للكلمة، إنما الانتونيم يعني المضاد، التضاد، العكس يعني، عايزين عكس الكلمة اللي هي الأوبوزيت، تمام؟ طيب زي مين يا ميس؟ هو بس تمشي مع الأسامي ولا مع الفيربس ولا مع تمشي مع كله. فيقول لي finish
السينونيم منها end. طب والانتونيم start. male masculine female. تمام، وهذه صفة هي busy. الانتونيم منها free different the same أو similar true right false win lose. يبقى أنا كده أخدت كلمتين جدادهم synonym وantonym. synonym المرادف وantonym اللي هو التضاد. تمام، نيجي كلمتين كمان جداد. عندي كلمة suffix والprefix. suffix prefix يعني يا ميس suffix، قالي suffix يعني الزيادة اللي بزودها في آخر الجملة، طب في آخر الكلمة قصدي suffix، إنما الprefix الزيادة اللي بزودها في أول الكلمة. يعني play the verb عشان أحوله الاسم أزود له ER، بزودهم فين؟ في الآخر، تبقى player صح. الزيادة اللي حطيتها في الآخر دي اسمها suffix. music تمام، خليتها adjective musical تمام، زودت لها AL حطيتها فين؟ في الآخر، يبقى اسمها suffix. إنما لو أنا بزود في أول الكلمة زي كلمة view زودت عليها interview بقت interview. تمام، inter دي prefix ليه يا ميس؟ عشان اتزودت في أول الكلمة هي بقت interview، يبقى زودت في آخر الكلمة بقت suffix، زودت في أول الكلمة بقت prefix. طولت عليكم، بصوا بقى معي. هو هنا حطيت لي بعض التعريفات بقى، يعني اللي هو بيقول لي إيه grandfather is your father's أو mother's father وهكذا. التعريفات دي سهلة. يعني كلمة is cold، ولاحظ إنه حطيت لي is، فما ينفعش تقول لي I cold أو she cold أو he cold أو they cold. لا، I am cold لازم verb to be. I am cold أنا أسمى كذا، أو she is cold منى هي تسمى كذا، أو they are cold كذا and كذا هم بيدعوا اسمهم كذا. يعني let's طبعا بيجي وراها مصدر to يعني إيه أيضا. وهنا بيقول لي go بيجي وراها gerund أخيرها ing go swimming مثلا. تمام، زي like بيجي برضو وراها يا إما نوني إما gerund، فأقولك I like playing chess أو I like chess. like the زي love الاثنين عادي. طبعا أيام الأسبوع بتاخد حرف الجر on. تعالوا نشوف الإيه reading. هو المشكلة بقى في المنهج ده إن فيه reading ياما قوي. تمام، بيقول لي hello my name is Ali I am 13 this is a picture of my family دي صورة عيلتي. my mom's name اسم ماما is Amira she is a teacher next to her جنبها is my dad بابايا his name is Ali sorry عادل اسمه عادل he is a teacher too هو كمان مدرس. both my parents are teachers at my school هما الاثنين مدرسين في مدرستي. they have one daughter أو they have one daughter عندهم بنت واحدة she is my sister وتبقى أختي لميا and she is 9 years old عمرها 9 and they have two sons عندهم ولدين كمان and me two sons me أنا and my brother وأخويا اللي اسمه خالد وهي is 11 our grandmother is 64 and she is called هدى she is my mom's mother وهي مامة مامتي my mom's father is our grandfather بابا ماما بقى اللي هو جدي he is called عمر he is 65 with her daughters called جودي بنتهم اسمها جودي she is my mom's sister هي اخت مامتي and she is my aunt وهي خالتي my uncle is called مروان عمي اسمه مروان he is a doctor وهو دكتور their son is called طارق ابنهم اسمه طارق and he is my cousin وهو ابن عمي او ابن خالتي بقى it's His birthday today النهاردة عيد ميلاده he is 3 years old عنده 3 سنين. تمام، طيب ناخد دي كمان. لا نقول حاجة بالمرة. هنا بيقولك give a suitable title for the text. السؤال ده دايما بيجي بقى، احنا بقى عندنا شكل جديد للامتحان. من ضمن الأسئلة عندي الباسج القطعة اللي بيجي لي تحتها 3 اختيارات او اختيارين وثلاث أسئلة حاجة كده. من ضمن الأسئلة 3 أسئلة و2 اختيارات. من ضمن الأسئلة السؤال ده give a suitable title for the text يعني اديني عنوان للايه للقطعه اللي انت قريتها، وبالتالي لازم تقرا القطعه وتفهم بتتكلم على ايه عشان تعرف ترد. فاحنا هنا ممكن نقول my family مثلا. نشوف هنا بيقول لي ايه an interview with twin brothers ده interview يعني مقابله حوار دار ما بين حد وtwin brothers واخين توام. meet حازم and حاتم الولدين دول اسمهم حازم وحاتم they are brothers and they are both aged 12 الاثنين عندهم 12 سنه. They have the same parents عندهم نفس الوالدين and the same birthday ونفس عيد الميلاد they are twins هما توأم. What are your hobbies ايه هواياتكم؟ فقال له حازم I like sports بحب الرياضة I play basketball on Mondays and Wednesdays I go swimming on Tuesdays and I play football on Saturdays. حاتم بقى قال and he watches football matches on TV on Saturday evenings he loves football
بيحب الكوره. فحازم قال I love football، حاتم قال I don't like football but I like music، ده بقى بيحب الموسيقى. I play the drums، بيعزف على الطبول، and I listen to music. حازم قال he plays the drums in a band، بيعزف في فرقة. فسألهم المحاور، قال لهم do you have an any hobbies that you both like، مفيش هوايات مشتركة يعني. حازم قال we play chess together on Saturdays، حاتم usually wins، نلعب شطرنج. Yes that's true and on Saturday afternoons we do voluntary work، وكمان بيعملوا أعمال تطوعية. What kind of voluntary work، إيه نوع الأعمال التطوعية؟ قال we help in the children's hospital، بنساعد في مستشفى الأطفال. We play games with the children، بنلعب معهم، and read them stories، ونقرأ لهم قصص. It's great. وبعدين رجع كمل الانترفيو، قال can I ask you some more questions، ينفع أسألكوا أسئلة إضافية؟ Yes of course، أكيد. حازم when do you play basketball، قال له I play basketball on Mondays and Wednesdays. فالانترفيور اللي هو المحاور سألهم، قال لهم when do you play football، I play football on Saturdays and I watch football matches on the TV on Saturday evenings. When do you go swimming، بتروح تعوم امتى؟ قال له I go swimming on Tuesdays. Wow you're busy، ده انت مشغول يا حاتم. When do you play the drums، قال له I play the drums on Mondays at home، في البيت. And I play the drums in a band، في الفرقة. On Thursdays، أيام الخميس. What do you do on Tuesdays and Wednesdays، قال له I listen to music، I like pop music. What do you do on Saturdays، قال له I help my mom and I do voluntary work with Hazim. And on Saturday، sorry، on Sundays I play chess with Hazim or my dad، بيلعب معهم شطرنج. Thank you both، شكرا ليكم كليكم يعني، قالوا له you are welcome. طبعا زي ما انتم شايفين احنا عندنا كمية اسئلة choose كتيرة جدا. نيجي بقى للجزء ده، الجزء ده بيتكلم عن الجرامر، فهو عطيني اربع ضمائر، هو لم كل الضمائر في اليونت ده. عطاني الاول possessive adjectives والpossessive pronouns. possessive adjective اللي هي صفات الملكية، اللي هي ايه؟ احنا بنسميها ايه؟ ضمير ملكية متبوع. متبوع يعني ايه؟ يعني ادي ضمير الملكية وبيتبعه الكلمة اللي انا بملكها، الحاجة اللي انا بملكها. فاقول لك my pen، تمام، your book، his jacket، her dress، its color، our house، your car، their bike، تمام. يبقى البوسيسيف ادجكتيف اللي هي الضمائر ديت اللي بيجي ضمير ملكيه متبوع بيتبعه كلمه، يعني لما اقول لك ماي فادر، تمام، ماي جوارها الحاجه اللي بملكها، فادر بابايا بتاعي يعني، تمام. طيب لو انا ما جبتش وراها الكلمه، يعني حطيت الضمير من غير ما احط الحاجه اللي بملكها وراها على طول، يبقى انا محتاجه البوسيسيف بروناونز اللي هي ضمائر الملكيه. مين دول؟ قال لي mine من I، mine، you yours، he his، he, she hers، we our، you yours، و they theirs، تمام. دول بيجوا امتى؟ قال لي لما اكون انا متكلم في الاول عن الحاجة، فمش محتاج بقى احطها ورا ضمير الملكية. يعني ايه؟ اقول لك this، اقول لك ايه، this is my book، ده كتابي، يبقى it is ايه؟ mine، بتاعي، مش محتاجة أقول mine book بقى، خلاص أنا قلت لك في الأول إن this is my book أو this book belongs to me، يبقى it is mine، تمام. فدول بيجوا، ما بيجيش بعدهم الحاجة اللي أنا بملكها. نيجي نشوف إيه الضمير التاني اللي هو عارضها. بص كده، هو هنا عارض لي subject pronoun والobject pronoun، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. طب يا ميس دول أنا أفرق بينهم إزاي؟ والله ضمائر الفاعل دي واضحة وصريحة وبتيجي في أول الجملة، مش محتاجة إن إحنا نفكر فيها كتير. هتلاقي هي دي الفاعل، هو اللي بيجي في أول الكلام، بيجي قبل الفعل، اتفقنا؟ يبقى أول الجملة هتلاقي دايما فيها الايه subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل، I، you، we، they، he، she، it. طب ضمير المفعول اللي بيجي بعد الفعل أو بيجي بعد حرف الجر، فتلاقي يقول لك ايه، ادي حرف الجر for me، حرف الجر to، أو I play with him، تمام، watch it، ادي الفعل وراه المفعول، make والمفعول، تمام، حرف جر والمفعول. مين بقى ضمير المفعول؟ قال لي من I، me، you، هي he، him، she، her، it، we، us، you، هي زي ما هي، و they، them. طبعا الاربع ضمائر اللي احنا اخدناهم اللي هي subject والobject والpronoun والpossessive لازم يتحفظوا ويتعرف بيجوا ازاي. زي ما قلنا ضمير الفعل في اول الكلام، ضمير المفعول بيجي بعد الفعل او بعد حرف الجر، ضمير الملكية المتبوع لازم يجي ورا الحاجة اللي انا بملكها، الغير متبوع بيجي الجملة اللي قبله بتعرفني هو بيتكلم على ايه، وجملته هي بتيجي مفيش بعده الحاجة اللي بيملكها، تمام. وده كان الجرامر اللي عندي.
هو هنا عطيني ازاي اكتب باراجراف عن your family. فبيقول all your names, sorry your name, your age, عمرك, اسم باباك او اسم مامتك, وظيفة, يعني اسم بابا وظيفته وعمره وشغال فين, اسم ماما وظيفتها وعمرها وشغالة فين. احنا كده بنكتب جمل. وخد بالك احنا في middle one محتاجين نكتب a paragraph of 80 words, من 80 كلمة. يعني هقعد اعد الكلمات؟ لا ما تعدش, بس على الاقل عايزة 10 سطور كبار. تمام, عايزة 10 سطور مليانين اقل حاجة, اقل paragraph تكتبولي 10 سطور. تمام, وتتكلم عن السيسترز البراذرز, اسمائهم, سنهم في سنة كام, grandfather grandmother عندهم كام سنة, اسمهم ايه. تمام, عندك كام aunt, كام uncle, cousins, وهكذا. تمام, نيجي نشوف الليستن ده, عطيني هنا برضو vocabs كتير. فبيقولي Cairo, Cape Town, Egypt, England, France, London, Morocco, Oman, Paris, South Africa, Switzerland, Switzerland, Adventure, Attic. دي بتتنطق Attic أو Attic, معناها الصندرة العلوية, الحتة اللي بتبقى فوق في المنزل. Goat, Mountain, Orphan. Orphan يعني يتيم, والPH هنا منطقة F. Sheep, Airport, Friend. How long, live, minute, work, animal, live, bed, bread, city, flower, old man, walk. نيجي الناحية التانية. Catch, بتاخد a plane أو catch a bus, يعني يلحق الايه, الطيارة أو الأوتوبيس. Come home, ومش محتاجة حروف جر هنا. Make a video call, يعني يعمل مكالمة فيديو. Work hard, see أي حاجة. Walk in the mountains, يمشي في أي حتة. حروف الجر بقى عطاني قالي باي باس, لو هتقول وسائل مواصلات على طول من غير حاجة ناخد حرف, سوري ناخد حرف الجر. اه باي. Communicate with, communicate with يعني يتواصل مع. Good at, شاطر في كذا. In the summer, on the phone, talk to. A place with, مكان في, مكان المكان, يعني مثلا أنا رحت a place with lots of trees, أنا رحت مكان مليان شجر كده يعني. At the top of, away from, in bed, live with, think of, طبعا catch, coat, coat, feel, felt, felt, fly, flew, flown, take, took, taken, drink, drank, drunk, known, you, known, sleep, slept, slept. طبعا دي definitions عندي, goats, orphan, attic, city. وزي ما اتفقنا ان اي كلمة حجيلي لازم اعرف السينونيم بتاعها والانتونيم بتاعها. Beautiful, cute, ugly, easy, simple, difficult, or hard, important, essential, essential, unimportant, sad, unhappy, happy, big, large, small, old, elderly, young. تمام, وادي prefix عندي happy بقت unhappy, important بقت unimportant. نكمل الناحية دي. بيقول لي take وقت, لما اقول take مع وقت يعني بستغرق. ماشي, make حد يعمل لي حاجة, فلو قلت انا خليت حد يعمل بقى الفعل هيتعمل ده يجي infinitive او صفة. يعني بيقولي my little sister made us laugh, خلتنا نضحك, او the show made us happy, العرض ده خلانا نضحك. help حد do حاجة, نساعد حد يعمل حاجة, وطبعا برضو الحاجة اللي هتتعمل تيجي infinitive, يا اما to والمصدر برضو infinitive. would like to والمصدر برضو, لان to دايما بيجي وراها الverb infinitive. تمام, بالنسبة لكم يعني حس ما صلناش لتو التاني. home مش محتاجة حرف جر, فأقول لك go home, come home. تمام, stay home. by, وقلنا اسم حد, يبقى لما أقول لك إن الكتاب ده is written by, اتكتب by محمد, يعني محمد هو اللي كتبه بواسطة محمد. نكمل الريدينج, احنا عندنا ريدينج كتير. طيب بيقول لي ده سامي. سامي بيقول my family lives in Cairo, عيلتي عايشة في القاهرة, but my dad works in Paris, بابا عايش في باريس, سوري بيشتغل في باريس في فرانس, أو فرانس في فرنسا. He goes to the airport on Sundays and he catches a plane to Paris, بياخد الطيارة لباريس. It takes 5 hours to fly there, بيستغرق 5 ساعات إيه بالطيران. And then he catches a plane to home to Egypt on Thursday evening, وبعدين يرجع يركب طيارة تاني ويرجع الخميس. He works very hard, بيشتغل بجد. On Saturdays we play football in the park and we play chess. I love my dad and I'm happy when he is at home, بفرح لما يبقى في البيت. آية بتقول my grandmother and grandfather live in South Africa, عايشين في جنوب أفريقيا. They live next to the beach in Cape Town, عايشين في مدينة Cape Town على الشاطئ.
They have a beautiful house. عندهم بيت جميل. We go and visit them. بنزورهم. But it's a long way. طريق طويل قوي. It takes 12 hours to fly there. بيستغرق 12 ساعة طيران لحد هناك. طيب. I talk to them on the phone. بكلمهم في التليفون. But they don't have a computer. So we can't make a video call. ما بنعرفش نعمل مكالمة فيديو. I would like to see them every day. But I can't. أحب أشوفهم كل يوم ولكن مش بقدر. بيقول I am Hassan. My family lives in Alex. عايشين في اسكندرية. But my dad doesn't work in Egypt. بابا ما بيشتغلش في مصر. He works in London. بيشتغل في لندن. He goes to the airport on Sunday evenings. And he catches plane to England. بياخد الطيارة ويروح انجلترا. He comes home on Thursday evenings. بيرجع الخميس بالليل. On Saturday I don't go to school. And my father doesn't work. We play chess or we go to the park. يا بنلعب شطرنج يا بني بنروح البارك. On Sunday mornings, we go swimming. بنروح نعوم. My brother is 3 and he doesn't swim. He watches us. أخويا عنده 3 سنين بيتفرج علينا عشان ما بيعرفش يعوم. تعالوا نشوف الجزء بتاع الريدنج ده. احنا قلنا عندنا ريدنج ياما قوي. اسمه هيري أو هايدي. نقول هايدي is the story of an orphan girl. Orphan يعني يتيمة. قصة بنت يتيمة. She goes to live with her grandfather in Switzerland. راحت تعيش مع جدها في مدينة سويسرا. Her grandfather is an old man. جدها عجوز. He lives in a small house in the mountains. بيعيش في بيت صغير في الجبال. And he has lots of goats. عنده معيز كتير. Heidi sleeps in the bed. In a bed in the attic. بتنام فوق في الصندرة. على سرير. Of the house. صندرة البيت. She drinks goat's milk and eats bread and cheese. بتاكل العيش وجبنة وبتشرب اللبن بتاع المعيز. Every day she walks in the mountains with the goats. كل يوم بتاخد المعيز وتطلع هي وgrandfather and Peter. واحد اسمه Peter. She sees birds and flowers. She's very happy. بتقعد تتفرج على الطيور والورد. But one day Fiume, Heidi's aunt, arrives and takes her to the city. بتاخدها وإيه عمتها بتوصل وتاخدها المدينة. Heidi doesn't like the city and she is very sad to be away from her grandfather Peter and the goats. ما بيعجبهاش العيشة هناك وبتبقى زعلانة. طيب ناخد الجرامر. احنا بنتكلم هنا في present simple. Present simple بيتكون من ايه؟ تمام؟ Are you, we, they بيجي معهم الverb infinitive. انما he و she و it بنزود الverb s او es او ies. طبعا بنحط دايما s. بنحط es لو الفعل بتاعي اخره s, sh, ch, o او x. وما الامتى يميز بزود ies. قال لي لما يبقى الفعل اخره y بس قبل الواي consonant حرف ساكن. بشيل الواي وحط ies. زي study, studies, carry, carries. تمام؟ طبعا انا بستخدم الزمن ده عشان اتكلم عن الحقائق او العادات. تمام؟ او الروتين. طيب انا عايزة انفي الزمن ده. لو الفعل بتاعي I, you, we, they هحط don't والinfinitive form بتاعنا المصدر. طب لو he, she, it قال لي بحط doesn't وبرضو المصدر. تمام؟ فاقول I, قال لي I play يبقى I don't play. She cooks يبقى she doesn't cook. طب انا هسأل بكلمة هسأل بالhelping verb بتاعي او ال yes or no question هيبقى هسأل بدو او بدز وساعتها هجاوب بياس او بنو. وطبعا الاجابة بتاعتي بتبقى short answer اجابة مختصرة. يعني do you yes I do no I don't does she yes she does no she doesn't. طب هحط كلمة سؤال هحتاج do او does الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين المصدر. تمام؟ فيقولي where does هقول له طارق lives in واكتب المكان. how do you go to school هقول له I go to school باي واقول الوسيله. طبعا الزمن ده مش جديد علينا فانا ما شرحتش فيه كتير قوي لان اوريدي present simple احنا واخدينه 100,000 مره يعني. بس كده هنا لو حبيت اتكلم عن الهوبيز هو هنا حاطط لي بعض الحاجات فيقول لي I like playing كذا I play كذا المد بلعب كل كام يوم او every week او اي وقت بلعب مع مين I play it with مين I play it at والمكان اللي بلعب فيه. It's my favorite hobby. لو عندك هوايات تانية قولها مفيش مشكلة. نيجي للجزء ده عطيني برضو vocabs جديدة. طبعا هي الفوكابس احنا طلعنا من الموضوع ده كله بعشر كلمات جداد ولا حاجة. هما كتير بس already احنا حافظينهم. Best friend, compare, diagram, list, partner, the country, the country, achieve, athlete او athlete الاتنين صح. Athletics, balance, dream, gymnastics, olympics, top, train, Africa, age, busy life, Demeter, description, healthy food, nearby, physics, school studies, swimming pool, work hard.
بعدين قال لي have لما تيجي مع الأكل والشرب معناها يتناول. find حاجة difficult يعني يلاقيها صعبة. achieve dreams أو goals يعني أهدافه أو أحلامه يحققها. stay strong يفضل قوي. move to ينتقل إلى مكان تاني. for 5 hours for هنا معناها لمدة. a photo of صورة لي in the evenings في الإيه كل مساء يعني. تعال نشوف السينونيم والأنتونيم. قال لي healthy will unhealthy strong powerful weak top bottom athlete أو athlete athletics gymnast gymnastics health healthy زودنا suffix. طب والprefix قال لي healthy unhealthy تمام. أعطيني قاعدة صغيرة هي so that قال لي احنا قدامنا حاجة من اتنين. لو كانت الجملة اللي قبل هي بتربط الجملة من النص عندي هنا جزء وبعدين so that وبعدين جزء تاني. لو الجزء الاولاني في البريزنت الناحية التانية هيبقى كان والانفينيتيف. طب لو الجزء الاولاني في الباست قال لي الناحية التانية هيبقى كود وبرضو الانفينيتيف. طب ازاي يعني ويعني ايه so that؟ قال لي معناها لكي. فيقول لك حبيبة eats healthy food بتاكل اكل صحي ليه so that علشان she can stay strong. هنا قال لي eats في البريزنت فانا هنا الناحية التانية قلت له can stay strong. طب يقول لي I went to England انا رحت انجلترا so that لكي I could learn English. هنا قال لي went في الباست حطيت كود والايه والمصدر خلاص. طيب حاجة مهمة جدا هو حطيتها هنا كتر خير ان هو ذكرها physics mathematics gymnastics athletics. انت ملاحظ ان كل دول اخيرهم plurales تحسوهم جمع. لا هما مش جمع بيتعاملوا على انهم مفرد ويجي بعدها is يبقى gymnastics is mathematics is physics is وهكذا تمام. يجي بقى للايه reading ثم reading ثم reading. حبيبة مرزوق achieves her dreams حققت أحلامها. حبيبة مرزوق is a gymnast بتلعب جمباز. She is 18 and she lives in Cairo with her family بتعيش في القاهرة. حبيبة has a very busy life حياتها مشغولة. She goes to school and she studies hard بتذكر بجد. In the evenings she trains بتتدرب for 5 or 6 hours. She is a top gymnast in Africa من إيه من الناس الأوائل في أفريقيا في لعبة الجمباز. And she wants to go to the Olympics هدفها هي تروح الأولمبيكس. حبيبة's family always helps her بيساعدوها دايما. She eats healthy food so that she can stay strong عشان تفضل قوية. Gymnastics is a difficult sport but it makes her happy هواية صعبة بس بتخليها مبسوطة. نيجي للجزء ده. واحدة بتقول My name is Lamia I am 9 years old I live in Aswan with my family. My parents والدي are teachers. My brother Ali is 13 years old and Khalid is 9. خالد goes swimming every Friday. خالد بيروح يوم كل يوم جمعة. I listen to music with my brothers. علي plays football at school and he watches football matches on TV. خالد goes swimming every Friday. There is a swimming pool near our house. في حمام سباحة قريب من بيتهم. My best friend is called Aya. صاحبتها المفضلة اسمها Aya. We play basketball at school. بيلعبوا باسكتبول في المدرسة. And we are both in the school team. هم الاثنين في الفريق. Our team is very good. فريقنا كويس جدا. طيب احنا بكده نكون خلصنا اليونت. بس عايز اوريكم حاجه بقى تمام. بص يا سيدي ده شكل الامتحان ركزوا بقى معايا. عندي هنا 4 اسئله listening. ايه ده هيقول لي الكلام وانا اعمله؟ لا امال ايه بقى؟ في باراجراف صغير كده خالص هيتقرا لك التيتشر هو اللي هيقراه. تكون انت قبل ما تيتشر جه قريت الاسئله وقريت الاجابات عشان اول ما يقرا الكلام انت هتختار من الكلام اللي هو بيقوله الاجابه اللي هو بيقولها تمام. هو هيقرا عليك قطعه باراجراف صغير وانت تختار الاجابه. ده اول سؤال. بعد كده عندي دايلوج وده مش ليسننج. ده مش ليسننج دايلوج وانت كمله زي ما كنا متعودين في الفوت تمام. وبعدين عندي الكومبريهنشن او الباسج قطعه القطعه بتاعتنا. وهتلاقي 3 اسئله من ضمنهم جيف ا سوتبل تايتل تو ذا باسج اديني عنوان للقطعه اللي انت قريتها. وبعدين 3 كمان اختيارات. بعدين عندي 10 اسئله تشوز اختيارات. وبعدين يجي وده برضو عندنا بيحط لي جمله واحيانا بيحط خط تحت الكلمه اللي هو بيقول لك صلحها تمام. فانت هتشوف ايه الضمير او الكلمه الغلط وتصلحها. واحيانا ما بيحطش تمام بس يعني اعتقد ان هو هيحط لك خط والمفروض تصلحها. واخر حاجه خالص بيديني هنا الباراجراف وعايزه في 80 words يعني عايزين 10 سطور مليانين محترمين. احنا بكده نكون خلصنا يونت 1. انا عارفه ان اليونت طويل بس انا حاولت بسرعه اقوله يعني سريعا. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك اعمل شير للفيديو. بفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبها لي تحت الفيديو. يا جماعه انا هشرح لكم منهج اعدادي والمنهج زي ما انتم شايفين طويل ف بليز
تفاعلوا مع الفيديو، اعمل شير للفيديو عشان اللي محتاج الشرح يلاقيه. كان معاكم ميس نيلي، السلام عليكم ورحمة الله.